النهاردة هحكي لكم حكاية عم أحمد جمعيات. عم أحمد جمعيات والله ساعات بنسى اسمه الحقيقي من كتر ما اتشهر بالاسم ده، بس على العموم هو أقدم وأشهر موظف موجود عندنا في الشركة. حتى الأجيال الجديدة اللي تعينت بعدي في الشركة ما بينادوهوش إلا بالاسم ده، عم أحمد جمعيات. أما سبب الشهرة دي هو ببساطة لأن عم أحمد هو الشخص المناسب اللي تلجأ له لو اتزنقت في فلوس واحتاجت تعمل جمعية، في ثواني يكون لك مجموعة ويخليك تقبضها الأول. سواء بتجهز بنتك، بتلم حق عملية جراحية لا قدر الله، بتلم حق تصليح عربية، أو حتى لو كنت شاب وبتكون نفسك، هتلاقي كل الناس في الشركة بتشاور لك على شخص واحد بس، عم أحمد جمعيات. بمرور الوقت عم أحمد أصبح شبه متفرغ تماما للجمعيات، خصوصا بعد ما قرب من سن المعاش وتم تعيين أجيال جديدة تساعده في شغله الأصلي، مقصودش طبعا الجمعيات. وفي يوم لاحظت إن عم أحمد مش في حالته الطبيعية خالص، وبطل يضحك زي الأول ويلف على المكاتب يلم الجمعيات ويقبض الناس زي زمان، لغاية ما جه اليوم لقيت ساعي الشركة بيلف علينا بالظرف المعهود. الظرف ده عبارة عن فكرة كده احنا عاملينها للطوارئ، أي حد في أزمة بنجمع له فلوس من بعض ونديله الظرف بدون إحراج، ما هو كاس وداير، والنهاردة عندي بكرة عندك. لمين الظرف ده يا ابني؟ ده لعم أحمد جمعيات. إيه ده؟ معقولة عم أحمد جمعيات بيتعمل له جمعية ويتلم له فلوس؟ ليه؟ خير؟ ماله؟ ولما سألت أكتر عرفت إن آخر جمعية كانت بمبلغ كبير قوي، وإن عددها كان كبير قوي، دخل فيها ناس كتير من خارج الشركة، اللي دخل بنفرين وتلاتة، واللي معاه ناس من البلد، واللي معاه جيرانه ونسايبه، واللي معاه عساكر من وحدته، واللي معاه جيران الجيران وحبايب الحبايب. بس يا خسارة، الحلو ما يكملش والطمع يقل ما جمع. حتى من خارج الشركة كان بعيد قوي قبض فلوس الجمعية وغير تليفونه وفص ملح وداب. عم أحمد أصبح في وش المدفع وأصبح مسؤول يدفع للناس فلوسها. فيه اللي سامح واستعوض ربنا، وفيه اللي جه الشركة وهدد وزعق ونصب السيرك قدام باب الشركة، وكانت فضيحة جامدة قوي لعم أحمد. وأصبح عم أحمد مديون للناس وبيفكر يعمل جمعية عشان يقدر يسدد بيها ديونه. إيه يا عم أحمد، أنت ما حرمتش؟ حلو قوي انك تساعد الناس وتفك ازماتهم بفكرة زي الجمعيات، بس مش حلو انك تضيع فلوسهم بالسذاجة والثقة الزايدة. ولما تتعامل بالفلوس ما يصحش تتخلى عن الحرص مع الغريب والقريب، وعلى رأي المثل حرص ولا تخون، ولا ايه رأيكم؟